السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. ورجعت لكم انا اشوفكم مقطع جديد. وعندنا هسه تحدي يا شباب من تحديات الموسم الاسبوع ال 13. قبل ما نروح التحدي يا شباب لازم تدعمونا من الخضوط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. وخلينا نبلش على طول. وعندنا تحدي يا شباب اللي هو احكي لك استخدم مشروب الشق في محطه الوقود. كل عليك يا شباب تيجي تعمل مثل ما عملت انا، بتنزل على الصحراء تاخذ منها مشروب شق عشان تسهل حالك. يعني انا بدي هيك عمل، تيجي بتاخذ مشروب شق لانه عندك هون صناديق، شفت هاي مليانه كثير هسه فتحناها قبل شوي. وكل عليك بس تيجي على محطه وقود وانك تقوم بانك تشرب فيها. وسبحان الله بس جيت على محطه وقود لقيت فيها كمان مشروب شق. هيو كل عليك انك تستخدمه مثل هيك وبتخلص هذا التحدي. يعني تحدي جدا جدا سهل وما بده شيء. فيك تروح تبع حكيتك على هذيك المحطه رحت عليها، او ممكن تروح على هاي على اي محطه بدك اياها. وبس يا شباب هي هون كمان تقدر تيجي من هون، طلع مثلا من المنطقه الثانيه هون، في هون كمان هي صناديق تفتح مثل هيك. هسه على السريع ثواني، هيها تفتحها من هون. هسه هون بتدور فيها اللي يطلع لك عن فيه المشروبات شق، تفتحها هي زي هيك بتاخذه وبتروح على محطه البنزين وبتستخدمها غاد. وهيك شباب بس هذا كان عندي المقطع لليوم، ولا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات او جلتشات. ومع السلامه، بيس. Oh, you gonna die today.